النهاردة إن شاء الله هنتكلم على استخدامات الدرونز في العمل الصحفي. وللي مش عارف إيه هو الدرونز، الدرونز طائرات مسيرة صغيرة بتطير بالريموت على مسافات بعيدة جدا، بحيث إن هي تجيب لك مشهد رأسي للحدث اللي انت بتغطيه. على سبيل المثال بتشوفها كتير جدا دلوقتي في التغطيات الخاصة بمباريات كأس العالم في قطر، كمان بتشوفها لو في حدث كبير جدا ومش هيقدر الصحفيين يغطوه من الأعلى، فأنت بتشوف الطائرات المسيرة دي أو الدرونز بتطلع وتجيب لك مشهد رأس ليه، لو في مثلا حرائق في الغابات، لو في مثلا مشاهد سياحية في منطقة معينة والصحفي عايز يجيب لك المشاهد دي من الأعلى، مثلا مقابر ناس تسكن هذه المقابر، فالصحفي عايز يطلع فوق المقابر دي ويجيب لك الناس عايشة فيها ازاي او الاسطح بتكون عاملة ازاي او متهالكة ازاي، فبيستخدم الدرونز. والدرونز ليه اهمية كبيرة جدا في ان هو يبعد الخطر عن الصحفي. هتقول ازاي الخطر عن الصحفي؟ هقول لك لو مثلا في غابات محترقة، هل هينفع ان احنا نجيب صحفي ندخله جوه الغابات دي عشان يشوف مثلا حيوانات وهي بتحترق او الاشجار وهي بتحترق؟ طبعا صعب جدا ان احنا نعمل كده. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنجيب الطائرة الدرونز دي ونطيرها لفوق، وبعد كده بنصور بيها بكاميرات عالية الدقة بتكون مثلا 4K، وبعدين لما بتصور احنا بنعمل ايديت للي صورته ده وبعدين بنعرضه على المواقع براحتنا. طيب معلومة مهمة، هل صحافة الدرونز دي يطلق عليها صحافة ولا هي اداة من الادوات اللي بيستخدمها الصحفي في ان هو يغطي الحدث اللي هو عايز يغطيه؟ انا من وجهة نظري ان مفيش حاجة اسمها صحافة الدرونز. الدرونز هي أداة من أدوات الصحفي، زيها زي الكاميرا، زي القلم، زي النوتس، زي أي أداة بيستخدمها الصحفي في تغطية الأحداث. لكن هل هي نقدر نطلق عليها إن هي صحافة الدرونز؟ لا، هي مش صحافة الدرونز ولا حاجة، وده في وجهة نظري. لكن البعض بيستخدم كتير في الفترة الأخيرة صحافة الدرونز وأهميتها، صحافة الدرونز واستخداماتها والحاجات دي. لكن ممكن نطلق صحافة الفيديو، لأن الحاجات اللي احنا بنغطيها سواء أخبار أو تقارير أو تحقيقات بنغطيها بالفيديو، مفيش مشكلة في دي. ممكن نطلق صحافة البيانات، لكن صحافة الدرونز أنا شايف إن مفيش صحافة خاصة بالدرونز من الألف للياء، لأن الدرونز عبارة عن طائرات مسيرة بتكون فيها كاميرات وبتطير على مسافات مثلا بعيدة جدا في السماء، بحيث إن هي تجيب لك مشهد رأسي لتغطية الأحداث. لكن الدرونز في حد ذاتها أداة مهمة جدا ومستخدمة بكثرة في مجالات كتير، وأهمها مجالات التصوير السينمائي، أهمها التغطيات الصحفية للأحداث اللي بتكون فيها ان انت مهم جدا ان انت تجيب مشهد رأسي للموضوع. كمان حاجات ممكن تعرض الصحفي للخطر، وليكن مثلا غابات مثلا محترقة، او مثلا بركان انفجر في دولة معينة والغازات سامة كتير جدا، في مجال الحروب بتستخدم بكثرة، فمش هينفع ان احنا نبعث صحفي جوه الحرب عشان يصور لنا مشاهد الطائرات المنفجرة او الدبابات المتحطمة، فبنطير الدرونز بحيث ان هي تجيب لنا مشهد للموضوع ده، وبتجيب صور عالية الجودة ونقدر نستخدمها في الموضوعات الصحفية، خاصة في المواقع الالكترونية بتاعتنا بصورة كويسة جدا. لكن في بعض الدول حتى الان بتمنع ان انت تستخدم الدرونز الا بتصريحات معينة، سواء من وزارة الداخلية او من وزارة الاعلام، وده ما فيش مشكلة فيه ان انت تتبع الخطوات دي حتى لا تقع تحت طائلة القانون. وللأسف الشديد في بعض الناس بيستخدموها استخدامات خاطئة، سواء التلصص على الناس او التجسس عليهم او تصوير الناس في اماكنهم او في منازلهم بصورة غير لائقة. فبالتالي هنا بعض الدول تدخلت وقالت ان الدرونز ما يستخدمش الا بتصريحات، وكمان يكون في ما يثبت ان انت هتستخدمها في العمل الاعلامي او العمل السينمائي. فده باختصار شديد كده كلامنا النهاردة عن الدرونز، وتكة من تكات اعلام اونلاين. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.